فريقنا واحد واحمد السادس 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 فريقنا واحد في قناة شوف جيبي. مرحبا بكم معنا في هذا الدبت المباشر من مدينة مراكش. حنا الآن تتواجدوا في منطقة المحاميد، هذا الناس الضحايا ديال مشروع الياقوت بالمحاميد مراكش. هاد الناس يقولوا بأنهم كان دافعين الفلوس ديال الإقامة ديالهم وصرف ديزابارتومون ديالهم كاملين وكل شيء، ما بغاش يسلموها لهم، ما بغاش يسلموهم ديزابارتومون ديالهم، لأنهم ما عرفوش علاش شنو هو السبب، ما عرفوش شنو هو السبب. وما تتسائلي دابا كيفاش علاش ديما كل مره تيقول لهم من هنا شهرين من هنا شهر من هنا 3 شهور، ومؤخرا زكا معاهم في شهر 8 ودابا راه شهر 12 باقي ما توصلوش. غادي نشوفوا معاهم شنو هو المشكل اللي عندهم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. شنو هو المشكل اسيدي؟ حنا دافعين من كاين اللي دافع من 2016 2018 ليومنا هذا، وهذا السيد مول المشروع ما بغاش يعطي الناس، ما عرفناش اشنا هو كاع السبب. درنا معاه جميع الحلول، يقول لنا شهر 8 شهر 7، وهذا المشروع هذا مشروع ديال الياقوت كاين في معطله لحد الان باقي ما عرفناش. الديور مقادين مساليين ولكن علاش ما عرفناش. حنا تنطلبوا من المسؤولين يتدخلوا لينا ويعطيونا ورداتنا مكملين. الناس كاين اللي مكمل كاين اللي مازال ما مكملش، ولكن الاغلبيه الناس مكملين فلوسهم، مكملين فلوسهم والديور مسالين. 2016 شنو قالوا لكم؟ ديك الساعات كانت الارض الناس اللي شاريين في الارض بدات تتباع، سميتو الناس كاين اللي شرا في الارض، ومن بعد بداو الناس يدفعوا لان راه كملوا ودابا راه كاملين 3 سنين هادي، ولكن باقي ما مسلمين حتى شي حد. علاش غادي تسلموهم انتم؟ انا قال ما تيقول لنا مره تيقول لنا كل عام تيقول لك مره الاخر ديال هاد السبعه مره 10. قالوا لنا اخر حاجه قالوا لنا نقلوا ولادكم وجيبوهم لا تسميتو لان غادي نسلموكم شهر 9 غادي تكونوا ساكنين وانتم ولادكم. الناس نقلوا وليداتهم، تفاجئنا بان الديور ما كاين منهم حتى شي حاجه، لا تسليمت لا حتى شي، وبقينا هكا تنقولوا حنايا شي بغينا المسؤولين يتدخلوا نعرفوا شنو هو السبب علاش هاد الديور كاملين. دفعنا الشكايات لكلشي 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 كاع الجميع اللي كاين في هنا في مراكش ومسؤول، دفعنا لهم الشكايات ولكن باقي ما كاين حتى شي حاجه. صاحب المشروع شنو ولا تيقول لنا راه انايا عندي مشكل؟ لا راه ما عندي والو. في الاخر تيقول لنا ما عندي حتى شي مشكل وراقي مقادين وسميتو، ولكن فينا هو الخلل؟ ما العلم لله باش يجي يخرج ويدوي معنا ويتكلم معنا، ما تيتكلم حدهم تيخرجوا الناس يحيدوا لنا اللافتات ويخرجوا بحالكم والكلامات، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سيدي هذا السلام عليكم. اول حاجه الناس كاينه سيدي اللي هكا حداك كاينين. المشروع بدا المشروع بدا من 2016 فاش تحط هذا المشروع. 2000 ناس دافعين في 2016 دافعين 2018 2019 2020 قالنا راه غادي تسلموا ديوركم كملوا لي الفلوس. في 2021 كملنا ليه فلوسنا، كان اللي عطي 20 مليون كان اللي عطي 25 مليون. قبل من عيد الكبير في 2022 قال لينا غادي تعيدوا في ديوركم وغادي نسلموا لكم. فات العيد الكبير ما كاين حتى حاجه، عاودوا صيفطونا ثاني ميساج قال لنا بانكم دخول المدرسه سيروا قيدوا ولادكم. الناس مشاو قيدوا وليداتهم ما كاين حتى حاجه. ملي كنتلاقاو مع مول المشروع كنقول ليه علاش هذا الشيء، تيقول لك انا وراقي دافعهم في البلديه. ما انا ما عرفتش، انا هو ما باش يبين لينا بان اش كاين اش من غلط داير الله اعلم، اش شي حاجه الله اعلم. حنا مشينا عند الباشا، مشينا عند القايد، كملناها، مشينا ديرنا لقاء استعجال للسيده السلطه. ما عمرو قالنا شي حاجه.
اخر مره اخر مره مشينا للبلديه ديال اللي قدام مع سمو الله عبد السلام، تما ديرنا لقاء مستعجل مع السيده الوزيره لالا فاطمه الزهراء، ديرنا معها باش نتلاقاو معها. فعلا كانت هي مسافره في الرباط بشغلها، عاوتاني مشينا ثاني اليوم عاد قال لنا غدا تلاقاو جيو نتوما غادي نمشيو عند لاله خديجه الكاتبه ديالها غادي مع العشره داروا معانا. ولكن شي حاجه هو ملي كنتلاقى مع انا تنتلاقى مع يوم تنقول لي قول لي فهمني علاش انت دروكا بارتمات مبنيين كاملين كلشي كامل ما غاديش نكذبوا راه هما مبنيين مقادين، ولكن هاد السيد اشنا هو السبب اللي جعلو ما بغاش يعطي الناس سوارتهم والناس مكملين ديورهم. الله يرحم الوالدين، حنا كنطلبوا من السلطه دخل لينا اسرع وقت باش الناس يقبطوا سويرتاتهم لان ضروا الناس بزاف ووقعوا المشاكل بزاف. والناس وكان الناس ولا ونقول لك كان الناس اللي راهنين وتلقوا رهن ومشاو كراو كان الناس اللي راهن نشوف فيك مصحة. المهم قلت لك كاين الناس اللي مساكن راهنين وتلقوا رهن ومشاو كراو والناس يضيعوا في الفلوس وكل شيء وهذا السيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي اللي بغيت نقول لك هادشي ما عرفناش لا حول ولا قوة إلا بالله لأن تنتلاقاو معاه وما تيعطيناش رد الفعل نهائيا نهائيا. شكون اللي غتهضر؟ شكرا. السلام عليكم، أنا من الناس اللي متضررين من هذا المشروع ياقوت اللي كاين في مراكش محامي معطلة. أنا هذا السيد من 2020 جيت باش ندفع ليه على أساس أنني غنتسلم في 2021، دار معايا لو ديبي دو لاني ديال 2021 ما تسلمناش، مشينا تاني تكلفنا وتسلفنا باش نكريو باش نبدلو الظروف ديال المعيشة ديالنا باش نتسلفو تاني باش نتكلف باش نتسلمو في واحد المدة ديال 6 شهور. فات هاد المدة ديال 6 شهور رجعنا عنده أم دراسي قال لك مازال ما كملناش. المهم حنايا من 2020 وحنا كنتسناو هاد السيد يسلمنا ديورنا، كنتسناو شهر بشهرين 3 شهور، والمشكل هو انه ما عنده حتى شي سبب مقنع، يعني كل مرة تعطينا اسباب اللي غير مقنعة واسباب اللي ما كتبردش لك الجوف ديالك. انا حنا كنطالبوا من السلطات انها تدخل، حيت راه كاين الناس اللي مقهورين بالكره، كاينين الناس معنا اللي الله يحسن العوان عايشين مع والديهم مازال ما تسلفوش، كاين اللي طلقوا ماشي تا واقفين على الطلاق، يعني هذا المشروع راه خربق المئات الناس خربق لهم حياتهم. حنا كنتمناو ان السلطات تدخل وكنتمناو ان زعما يكون حل في اقرب وقت. ان شاء الله عندنا غدا لقاء مع لالا فاطمه الزهراء المرسوري، ان شاء الله غادي نمشيو عندها الصباح ونتمنى ان شاء الله يكون حل، حيت راه فعلا ما بقاش انسان قادر يصبر. وفعلا من 2016 كاينين الناس من 2016 يعني راه 6 سنين هذه ولا اكثر، والناس كيتسناو اليوم غدا اليوم غدا. ما فهمتش انايا هذا السيد انا اش من تفكير عنده، اش من مشاكل عنده، خصو يحل هذه المشاكل ويعطي الناس ديورهم، حيت راه فعلا راه صافي تقهرنا. السلام عليكم، تنشكر هذه القناه تاع شوش تي في اللي جات توصل هذا الصوت ديالنا تاع المتضررين تاع هذه الاقامه تاع الياقوت. يا خويا احنا كمواطنين وهاد الناس كمواطنين مغربيين تنطالبوا من العمده تاع مراكش ومن الوالي تاع مراكش باش يتدخل في اقرب واحد في هذا، ومن سيدنا الله ينصرو بان راه تضررنا بزاف. وكاينين الناس اللي دافعين هنا من 2016 من 2017 وانا كمضرر ودافع 25 مليون من 2017 راه تنشوف في الحياه ديالي كتضيع مع هاد الناس. هذا اللي ما بيعطيناش شي سبب مقنع بان يقول لنا شي حاجه اللي نحلوها، قريب على وقوف الزواج هو احنا كنا بنا نتزوجوا هو عكس لينا هاجي اللي 8 سنين هاجي وحنا واقفين توقفات لينا الامور بسبب هاد السيد هذا. فاش ندخلوا عنده البيرو ما تيبغيش يعطينا شي ما تيبغيش يهضر معنا ما تيهضرش به يعطينا شي سبب مقنع اللي قنعنا به. تيقول لك اليوم غدا شهرين 3 شهور ولينا سمعنا الناس ما مخلص الضرائب ديالو ولينا الا كان هو مقاول فاشل ما خصوش يدخل بحال هذا في هاد البروجيات هادو، ماشي هو حنا كان هنا قالنا اوسي دفعوا دافعين ليه من 2017 بان 2020 غادي نقبضوا سويرتاتنا. في 2020 ما قبضناش سويرتاتنا، 2021 2022 فين باقي غادي مع هذا الانسان هذا اللي نضيع
أمة تاع الناس، أمة إحنا اللي باقي وقفنا على الزواج، وماشي مشكل الناس اللي من ضرها، ناس ساكنة مع والديها اللي طلق الران ومشى كرا، اللي دخل فلوس النوتير، ضاع فلوس النوتير دخل فيهم ومشى، واللي ضاع هذا الشيء هذا تنتمناو من الوالد مراكش ومن العمدة مراكش يدخلوا وسيدنا الله يسره يدخل في هذا المشروع هذا. شكرا جزيلا. دخلوا القريب العاجل. الله يجازيكم بخير. كما تشاهدوا انت تبينا ان الإقامة كما قالوا الناس انهم كاملين بنيين وكل شيء، ولكن ما تسلموش السورتات ديالهم، والناس تعاني الأغلبية فيهم أنهم عازلين فلوس الكريدي وتيخلصوا في البنكة، وكذلك الكرة. إذا هنا متابعينا نلقاكم في بث مباشر آخر، إلى مباشر آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.